عسلامة، نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم مبروك. انا درك اني في الصباح، دونك لا تتفرجوا لا فيديو تاعي غدوة الصباح، نقولكم صباح الخير ونهاركم زين. لا تتفرجوا فيها درك جي سبع ما نحطها، نقولكم امس الخير وان شاء الله سهرة ممتعة ليكم. فوالا انا صباح خرجت كيما تعرفوني، ساعات نقعد في الدار بربعة خمسة ايام ما نخرج، ومن بعد تجيني القضيات ورا بعضها وما نقعدش في الدار. المهم اصبح بهنا اني في السوسول تاع لي مبل وين نسكنو، رحنا قاعدين انفركتو، مازلت انفركت على كنابي، مازلت انفركت كيما قلت لكم المره اللي فاتت، انفركت على بقره سمينه وتحلب مليح بصح ما تعلفش ياسر. دونك لو كنابي اللي حبيتو انا ما لقيتوش. انا نكسبليكي لكم واش حابه. هنا صحة انا في الخارجة نتاع الباركينج، حبيت نصور لكم وين نسكنوا اكزاكتومون، تشوفوا لا سيتي اون ف لا ريزيدونس تاعنا وين نسكنوا. المهم انا حابه كانابي كيما يقولوا بانوراميك، سيتادير حاكم ثلاثة حيوط، سيتادير سو فورم دو او او باش يجي على ثلاثة جوايع. وكم الله يبارك احنا في فاميلا وايتو، دونك مادابيا واحد يكون شوية كبير ويهزنا كل. الوغ دونك كيما قلت لكم بكرنا، ولكن تشفاو البارح كي شريت، كي قضيت من ماركالي شريت ليبتون، بصح ما شريتش ليديا كانت حابه الاخر تاع الفرامبواز، دونك رجعنا انا وبابا نهزوا لها تاع الفرامبواز باسكو شنفت علينا البارح وغضبت وعملت حاله وقالت تحبوني تعرفوني نحبو وكمان ما جبتوه ليش، والوغ كان ما عباليش بها تحبو خلاص، انا بور موا تحب هذاك اللي جبناه. المهم بكرنا الصباح بون كي نقول بكرنا درك يجي العشرة هكاك، رحنا صحة وحبيت نوري لكم ماركالي. دونك ماركالي هذا سي ماغازان يبيع غير للي هما بروفيسيونيل، سيتادير يبيع غير لي تاع لا ريستوراسيون، بصح مع الكوفيد ولاو يبيعوا للناس الكل مع جال الكوفيد، باسكو لي ريستوران قافلين، دونك شافوا رواحهم اوبليجي اللي كيديو السلعه تاعهم، دونك ولاو يبيعوا للناس كل. قبل ما نروح الماركالي رحنا ساحة الكونفوراما، فركتنا وكمان مازال ما لقيتش لو كانابي اللي حبته وانا. نعم هنا احنا في الدخلة تاعو فريمون درناه كامل، جبنا فيه اكتر من ساعة وحنا نفركتو ما لقيناش وش حابين احنا. انا مش هو وما عندوش حاجة، بس حناكم ماذا بيا كي نقعدو ما كانش واحد قاعد في الارض وواحد قاعد فوق كنابي واحد فوق بوف واحد، ماذا بيا الناس كل تقعد اليز. حبيت نعتلكم هادو مالي لي كابان كيما تشوفوا فيهم، هما تاع كبار ما همش تاع صغار، ما تاع ولاد كبار كوا. بون لي هادو ما وسي عجبوني، بون درت بكم دوره خفيفه برك في كونفوراما، تشوفوا ابيبري لي مابل اللي كاينين هنا، لي شومبر نتاع الدراري صغار، ومن بعد بون لي كانابي ما تصوروا ليش، انا في بالي اني قاعده نصور ايتو، الوغ كي جيت نشوف دركا جيت ندير لو مونتاج لقيتهم ما تصوروا ليش خلاص، دونك سيغمون ما كليكيتش مليح. بعد ما خرجنا ورحنا للماركالي، ها هو اقراو مليح، دون فوتغ كاش ان كاري الال، بون دونك هذا الحانوت راه يبيع حلال. كاين ياسر البارح سقساوني ممكن مشو حلال ايتو، نو مع الدخله راهو مكتوب باللي لي برودوي اللي فيه كل راهم حلال حلال، ما تخافوش. سينو راني انا في ذاتي ما نجيش نشري منه. فوالا لهنا حبيت نوري لكم لي بواسون اللي كاينين، الوغ كاين كلش ابار اللحم، كاين غير توسكي كيفاه نقول لكم الحوايج تاع الدجاج بركا جينيرالمون، مي اللحم تاع الغنمي ولا البقري ما كانش.
الوغ هنا اهم المرقاز لي شوغيزو لي حوايج ياسر كاينين ولي بري تاعهم ما فريمون معقولين. البارح كيما البارح اختي انا فريمون خلعتني كي رحت نقضي معاها ملفات تشري نوع ما دجاج قالت لي نشريه ب جو بونس الى ما كدبتش ب 20 اورو 20 اورو لو ساشي لو ميم ساشي ب 20 اورو الوغ كو هنا شريتو لا ما كدبتش اقل من 6 اورو اقل من 6 اورو لا ميم كونتيتي ولا ميم شوز دونك كومباري وانتوما ودايوغ مادام يبيعوا لي ريستوراتور دونك اوتوماتيكمون راح تكون السومه اقل بياسر. فوالا واش هو لي كونتيتي من كيلو وطلع ما كانش اقل. فوالا حبيت نصوره لكم وحبيت نوريكم من الاول بعدا كيما تدخلوا مكتوبه في الحيط معلقه باللي لي برودوي هادوما كامل راهم حلال حلال. كيما تعرفوا احنا في هنا في لوروب واحد الوقت كانت كاينه مشكل ما كانش الجزاره ياسر ايتو دونك هناك كترو فريمون وكم هذه الماكله اللي يبيعوها تاع لي كباب وتاع الحوايج الكل وكم لي كباب سي جينيرالمون كيما نقولوا احنا شاورما عندنا في البلاد يطيبوها لي تورك و لي ماروكان ميم لي الجيريان اوسي دونك اوتوماتيكمون رايحه تكون حلال. هنا بعد ما كملنا قضينا هزينا واش خاصنا عدينا كاين واحد القهوه لهنا هذا الكارتي وين كنت نسكن وين كنا نسكنو بلوتو كيما جينا لفرنسا كيما جينا لفرنسا سكننا في الكارتي في الدوره مش وين كنت نعتلكم قبيله. فوالا هزينا قهوي ومن بعد رحنا لهنا حبيت نوري لكم لانكرويابل قلت لكم راهو حانوت مليح ياسر انا نشتي ياسر هنا راني قاعده نصور في روحي المونطو تاعي. فوالا نشتي ياسر انا هذا الحانوت سمحوا لي على ليماج دي ما فقتش بها وفي حوايج فريمون اسمه انكرويابل والحوايج اللي فيه انكرويابل واللي خضتني اكثر سي كو جابوا هذوك لي فاز اللي كنت ساخف عليهم اللي قلت لكم ما رحت باش نشريهم ما لقيتهمش اليوم راهم جابوهم في لا كولور اللي حبيتهم اللي حبيتها انا. فوالا هذوك اللي شفتوهم هادو ما لي مانكان اللي علقوا فيهم القشيتو حبيت قاعده نخمم نهز واحد ليديا نهز لها واحد كوم سا تعود تحط المونطو تاعها تعلقوا فيه. وهنا حبيت نوري لكم راه كاين واحد الصحونه لهنا كاين ان سيرفيس هايل 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 درك نوريه لكم تري 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 بو درك نوريه لكم. هو عنده الشكل نتاع اون ديغي صحونه نتاع حطب شوفوا درك نصورهم لكم فوالا ها هما اون ديغي حطب الوغ كي هما مكزاز هادوما صحونه كزاز عجبوني خلاص كاين جو كوا ثلاثه انواع نو زوز بركه كاين صحن العريض هما ديزاسيت بلات وصحن اللي اقل منه فوالا حبيت نعتهم لكم وما عجبوني ياسر ياسر الوغ بون غدوه ان شاء الله لا فيديو تاع غدوه نعت لكم واش هزيت منه ما هزيتش حاجه كبيره لقيت حاجه اون بروموسيون هزيتها دايوغ كي هزيتها خليت قعدوا من ورايا غير زوز برك سي بور سا هبطوا فيهم هما مالفين غاليين ياسر هذوك اللي نحطوا فيهم الكاطو ونقفلوا عليهم غاليين ياسر بصحكم قعدوا غير ثلاثه باعوهم رخيص خلاص باعوهم ب 5 يورو المهم اقل من 6 يورو كالكو سنتيم اقل من 6 يورو. فوالا انا نحب نصور فيها ليكم باش تشوفوا و فوالا في حوايج فريمون ملاح لي بري تاعهم يسون ابوردابل يعني ملاح فوالا هو انكرويابل في الحوايج تاعو وفي السومه تاعو. الوغ هنا كان معايا هز واحد لي كوبيل هكا صغيرين قال لي تاع واش هذوما هما اون ديغي نحاس بانوا لي نحاس انا مي ما حبيتش نهزهم ما حبيتش نهزهم باسكو لازم نعمل ساحه لو تري في داري تاع الحوايج اللي ما نسحقهمش باسكو قاعده نشري ياسر في الكرابش وكثروا عليا كثروا عليا دونك مادامي نعمل لو تري كيما قلت لكم كاين لي اغيكوب هذيك الجمعيه اللي عاملينها وانا داخله فيها حاجه ما تسحقوهاش مدوها انونسيو في الفيسبوك و
اللي محتاجين الحاجة هذه كيجيو يديها. ومديت أنا حوايج ياسر 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 ولا alors je sais pas, لكن صورت لكم هنا واش هزيت ولا لا. je sais pas je ne pense pas هزيت لكم. Voilà, bon, les fois que je fais la vidéo pour la première fois, il a ajouté bien sûr, ou il a ajouté la chaîne, il a abonné au fer, ou il a ajouté la vidéo, il a déroulé le joli like. Ou bien sûr les commentaires تاعكم نقولكم merci beaucoup عليهم. ديما نقولكم مهما نشكركم ما نوصلش وين حابه. فوالا ونشكر تاني اللي عدموا لي لاجر واللي باركوا لي على بنت خويا. ان شاء الله لا يوريكم شر وان شاء الله ديما في الافراح وكلش. بعد ما روحت لهنا طيبت لو كالمار ولا لو كالامار. درك تشوفوني انا رايحه نديرو محشي. درك تشوفوني كيفاش نطيبو. الوغ هنا شريت كانت معايا اختي البارح ما نقولش كلحتني باسكو كلحت روحي. الوغ انا كومونديت كي كومونديتو كان راجل شوفوا صح واش راح نحط بعد نحكي لكم الحكايه. الوغ الكالامار مغسول مليح نحط فيه لي كريفيت هادوما رايحه نقصهم تروفه صغار ومن بعد نحط عليهم لي تونتاكول هادوك نتاع الكالامار رجلين هادوك ما نعرفش كيف يقولوا لهم بالعربيه الغلاسم نعم مش الغلاسم تاع الحوت شكون الغلاسم. المهم قولوا لي واش اسمهم لي تونتاكول بالعربيه واش اسمهم سيلفو بلاي. ونحط عليها شويه معدنوس وثوم وفلفل اكحل وملح ونخلط كلش مع بعضه ونحط الروز. الوغ الروز ما تكتروش حطوا شويه خلاص كي نقول شويه فريمون شويه فوالا باش ما يجيش الروز ياسر. دونك نقصهم كيما هكا ونخلط كلش. الوغ دركا واش صرنا في اوشان كي روحنا نشريوهم انا راجل لي سربالي الوغ كي غسلهم لي على الكيف بيض 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 خلاص. واختي معايا سربت لها مراه بنتي عملت لا غمارك قالت الراجل طول سافدي غسلهم مليح والمراه تمتم سافدي ما غسلتهمش مليح باسكو ما كي تحبوا يغسلوهم لكم يغسلوهم فوالا. بعد اختي جوها ياسركم هي ولادها صغاريتو وليت قلت لها تنبدلو تاعي كبار وتاعك ولادك صغار وانا عندي الله يبارك الغاشي في الدار ايا نبدلو الساشي تاعنا. جيت نروح نلقاهم طالية وليت عاودت غسلتهم ازيغو ونحيت لهم القشرة من فوق ايتو فوالا وكل واحد وزهرو كل حاجة لمن تكتب كيما يقولو. المهم بعد ما قصيت هذاك لي كروفات ومعاها لي تونتاكول نتاع الكالامار تاعي درك نقص المعدنوس قصيت شوية نخلطو مع الحشوة وشوية نحطو في لاصوص. راح نديرو اون صوص طوماط. انا الغلطة اللي عملتها سيكو هي نورمالمون نحط ابين واش نقولكم مغرف صغيرة نتاع روز في النتشة هادية. انا حطيت اكتر وما عجبتنيش وغيمين نزيد. حاجة اخرى تاني ما تعملوش كيما عملت انا. انا قلت السنه نجربها على الاخر ما جاتنيش مليحه. نورمالمون لهنا قليوهم طيبوهم شويه في المقله شويه خلاص نتاع زيت طيبوهم شويه من بعد تحشيو بهم تجيكم ابن. انا حشيت بهم كلهم نايين ما جاتش كيما كنت نستنى فيها. دونك واش ديروا نتوما هذا اللي قاعده ندير فيه كل حطوه في مقله معها شويه خلاص نتاع زيت خليهم يتقلاو مليح 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 ومن بعد احشيو بهم. الوغ كي تقليوهم ما تحطوش الروز بعد ما تقليوهم وكلش حطوا معاهم الروز. لهنا حطيت ملح فلفل اكحل وشويه نتاع ثوم غبره ما عنديش لاخر خلط كلش. وما تنساوش كيما قلت لكم كي تعملوه كيما هكا قبل ما تحطوا الروز قليوه شويه يجيكم ابن 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 ابن. ومن بعد كي يتقلى حطوا عليه الروز مغرف صغيره خلاص. الوغ الروز لو بوت نتاعو سي باش الحشوه تحكم تتماسك مع بعضها. درك بون الكلام انا نحيت هذيك لابوش هذيك تاعو
هما 3 كعبات رايحه نحشيهم بالحشوه هادية. فوالا دركا هادي الاولى نحشيها ومن بعد نقفلها جوست بالكوردون. برك ما عندكمش الكوردون تنجموا تخيطوها، خيطوها كيما نعملوا العصبانه اكزاكتومون. بعد هذيك ديروا لاصوص طوماط. درك نعطي لكم كيفاش رايحه نديرها. فوالا نرجع للي قاعدين يبعثوا لي في لي كومونتير، نقول لهم يعطيكم الصحه عليهم، ميرسي بوكو، ربي ربي ان شاء الله يفرحكم كيما قاعدين تفرحوا فيا بالكلام المحترم اللي قاعدين تبعثوا لي فيه وتكتبوا لي فيه. فوالا وانا ساعه ساعه راني قاعده نتعلم منكم. انا تاني ساعات نطلب منكم حوايج، هذيك كيفاش وهذيك كيفاش، وواحد ما خلق متعلم. ما لازمش نكون الانسان يكون واثق من نفسه داكور، بصح با او بوين اللي ما يتقبلش واحد يوري له حاجه. يفو با كيفاش يقولوا نكونوا اورغويو حنا وكم كوا مني حدت وما نعرف، ما كانش اللي يعرف خير مني ايتو. فوالا الدنيا هذه رانا حتى نشيبو ولا نموتو وحنا قاعدين نتعلمو. دونك لولا هاكم شفتوني كيفاش قفلتها، الثانيه ندير فيها ونزيد نكمل لا ثوازيام. قعدوا لي شويه نتاع لي تونتاكول، راح ندير لكم بهم غسات واحد اخرى. نهارينا دوما راهو غير الروز ينبه في داري. هلا كيما هكا ونزيد نعاود نقفلها. انا درت زوز من بعد قفلتهم بوحده، برك وحده كفات فينالمون، مش محتم ندير زوز. ان شاء الله تكون التحويسه تاع اليوم عجبتكم. هي التحويسه تاع اليوم هي قصيره ياسر، مانيش كيما مالفه. وكيما وعدتكم نديكم لافيل نصور لكم، خاطر لافيل نتاع ليل فيها بلايص ملاح ياسر، فيها بلايص ملاح و تري تري انتريسونت. الوغ انا عندي البرمه هذه صغيره، حطيت فيها شويه خلاص نتاع زيت، حطيت عليها شويه نتاع بصل، البصل مرابي بون شويه خلاص ما تكتروش، هنا نص بصله صغيره نقليه. ومن بعد نحط عليها الطماطم. الطماطم ماذا بيكم تستعملوا نتاع الكعب، تاع الكعب تجي ابن، وتحبوا تخلطوا معاها الاخرى الا شفتوها مشها حمراء ياسر، خلطوا معاها شويه طماطم كونسونطري مي ما تكتروش كوميم. فوالا نصب كلش ونحط الفلفل الكحل. تحبوا تحطوا معاه الكركم ولا تنجموا، انا ما نطيبش بيه باسكو ما يحبوش، انا في ذاتي ما نحبوش، ما نحبش طعمته خلاص خلاص خلاص، نحير في الناس كي يحبوه مالغري يعني هو مليح وبنفيك ايتو، مي انا ما نحبوش. لهنا حطيت ليكيفالون تاع مغرف صغيره نتاع فلفل احمر، شويه نتاع ملح، شويه بركه ما نكترش، ونخلي كل شيء يتقلى. ومن بعد نحط عليه شويه نتاع معدنوس. فوالا نحط المعدنوس دركا. فوالا ومن بعد نرمي ولا نحط هذوك الكعب نتاع الكالامار المحشيين. من بعد اقفلوا عليهم وحطوهم يطيبوا على نار قليله خلاص، سيتادير ا فو دو. فوالا كيما هاك هذه كيفاش يطيبوا، نخليهم يطيبوا واحد ابوبري واحد النص ساعه على نار قليله خلاص، نقفل عليهم ساعه ساعه نحركهم. ومن بعد نعتلكم كيفاش نطيب الروز. لهنا فاتت ابوبري نص ساعه، هما عم يتكمشوا ويصغاروا. بعد ما طابوا نحطهم على الجنب، ودركا رايحه نطيب الروز نتاعي. انا راح نديرهم بالروز، تبعوا معايا كيفاش رايحه نعملهم. الوغ البرمه هذيك رايحه نحط فيها شويه نتاع زبده ابوبري فوالا ابوبري نص مغرف تاع ماكله زبده، نخليها تدبال شويه تدوب شويه، تنقول تدبال خليها تدوب، نحط عليها شويه نتاع بصل مرابي، نخليهم يتقلاو شويه، نخلي البصل هذاك يتقلى مع الزبده. ما لازمش تخليوه هي حمار، لازم ابان يبدا يصفر هذاك البصل
تحطوا عليه الروز. فوالا الروز كيفاش تعملوه؟ غسلته انا 4 مرات وانا نغسل فيه باش ما يجينيش معجن. دونك 4 مرات ومن بعد نصب الماء ونزيد نعاود نشل لحد ونصب نخلط مليح. ومن بعد حطيته دركا او شرب الماء هذاك اللي المحسوب شاحة. دركا نحطه يتقلى شوية مع هذاك البصل والزبدة. فوالا نقليهم شوية ومن بعد نمرقهم. هذه لا كونتيتي تاع ابيبري واحد 300 غرام نتاع روز ابيبري. حطيت عليها اطره نتاع ماء. ومن بعد انا كون جا عندي لو بويون تاع فولاي ولا نصبو نمرق به. كم ما عنديش رايحه نحط الماء مسخون ونحط معاه كعبة نتاع جنبو نتاع الدجاج. الجنبو تاني هنا كاين الحلال، كاين اللي هو نورمال وكاين اللي هو حلال. انا بيان سور نقعد نديني شي غير في الحلال باش ما ناكلش الاخر. فوالا اقعدوا قليوا حركوا مليح ساعه ساعه، حركوا كيما قاعدين حتى يشرب الروز هذيك الزبده كامله. درك نرمي عليه هذاك الماء، اطره تاع ما حطيت عليه قلت لك ما بيبخي واحد 300 غرام نتاع روز حطيته. نحط عليه اطره نتاع ماء. هنا راني ما حطيتش الملح، وعلاش؟ باسكو الجمبو ديجا مالح، الجمبو فيه الملح دونك ما نحطش انا حتى يطيب. ان نشوف معاه اسكو سافو الكو نحط ولا لا. هاكم تشوفوا مكتوب فيه ألال، مكتوب فيه حلال. نحط الكعبة تاع الجمبو وننقص عليه النار خلاص خلاص ونخليه يطيب في عقله باش ما يجينيش معجن. فوالا حلوا الكعبة هذيك وقفلوا عليه وخليوه. هذه لغسات نتاعنا نتاع لي كالامار بالروز، كالامار محشيين. ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تعملوها، ولا كان عملتوها قولوا لي اسكو عجبتكم ولا لا. فوالا هذه بعد ما طابت، ما بقى لي غير نقولكم تبقوا على خير وفي الامان، وان شاء الله نتلاقى معاكم في فيديو واحد اخرى. وديسي لا تهلاو في رواحكم وردوا بالكم على الكوفيد. اتونسيون اتونسيون اتونسيون، اي في الامان.